مهندس هاني أبو ريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الفاضل الصديق السيد عارف العواني أمين عام المجلس أبو ظبي الرياضي، السيد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأخ الصديق العزيز كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأخ الصديق العزيز كابتن أمير حلبية رئيس النادي المصري، أستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، أستاذ أحمد أبو الدهب ممثلا عن بنك سايب راعي كرة القدم المصرية وراعي الحفل، السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، السادة الرياضيين الحاضرين، السادة الإعلاميين، الأخوة والأخوات، السيدات والسادة. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة وإحنا بنلتقي للمرة الثالثة دولة الإمارات الشقيق بمسؤوليها برؤسائها بشعبها بحكومتها بيرحبوا باستضافة سوبر المصري للمرة الثالثة. والحقيقة الإمارات في تنظيمها وقدراتها التنظيمية وملاعبها وتسهيلاتها دائما سباقة في استضافة المنتخبات المصرية منذ مدة طويلة، ولا يفوتني في خلال الفترة الصعبة خلال الخمس ست سنوات الماضية كل ما كان المنتخب المصري الحقيقة بقى عنده ترتيبات عشان نعمل معسكر برفع السماعة للاتحاد الإماراتي بيرحبوا بينا وبيستضيفونا وبيعملوا المعسكر بتاعنا حتى لو في عندهم قدرات لتنظيم مباراة بيتأخروش عننا. فالحقيقة أنا بشكرهم بالنيابة عن الاتحاد المصري لكرة القدم وعن الشعب المصري كله على كرم الضيافة والاستضافة خلال السنوات الماضية. الحاجة التانية اللي أنا أحب أذكرها النهاردة أنه دولة الإمارات لما بتنظم كأس العالم للأندية الحقيقة أنا ببقى فخور جدا جدا لما أكون موجود هناك. أنا حضرت طبعا كأس العالم للأندية أكتر يمكن من 12 مرة، إنما الحقيقة لما بيكون الواحد في وسط أهله وفي وسط زملائه وفي وسط أحبائه ويبقى موجود في هذا الحدث الكبير وأشوف القدرة التنظيمية والبساطة في التعامل والبساطة في كرم الضيافة الحقيقة ببقى سعيد جدا إن أنا أكون قريب جدا من إخواتنا وأصدقائنا شعب الإمارات. وأنا بحييهم دايما على قدراتهم التنظيمية وبحييهم على الفكر العالي في استضافة الأحداث العالمية. الحقيقة احنا مش هنزايد على العلاقة القوية التي تربط بين الشعبين المصري والإماراتي سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي، إنما كل أمل إن احنا بإذن الله خلال المرحلة الجاية في خلال قريب جدا نتكلم على الجزء المحلي إن شاء الله يبقى الجماهير كلها موجودة في الملاعب وفي تنسيق كامل. قريب إن شاء الله يبقى في ملاعبنا ترجع تاني جمهور متواجد بإذن الله. والنهاردة لما بسمع السلام الإماراتي والسلام المصري وبقول إن الدول كتيرة جدا قبل أي حدث رياضي بيبقى فيه السلام الوطني، فمن هنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله النص التاني من الدوري مفيش مباراة هتقام في الدوري المصري قبل السلام الوطني. احنا مش اقل من دول كتيرة جدا ان في كل حدث رياضي يبقى فيه سلام وطني. وامبارح كنا يعني صدفة كنت بتكلم عن اخ الصديق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وبقول له ان احنا باذن الله عايزين نزود الانتماء الوطني والحس الوطني، ولانه في من الاجيال الجديدة لم تعش معاناة الشعب المصري خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا، وبالتالي احنا عاوزين نرجعهم يحسوا انه كلمة السلام الوطني دي حاجة مهمة جدا جدا. احنا بنبص على اي مباراة في البيسبول في الرجبي في الفوتبول امريكان فوتبول السلام الوطني هو الاول. فان شاء الله باذن الله الدوري المصري ما لن تقام مباراة من الدور الثاني الا السلام الوطني قبل البداية، وده مش شعار انما ده احساس بالمسؤولية، احساس بقيمة البلد، احساس بقيمة مصر، ولازم يكون ده موجود عندنا كلنا. انا بشكركم مره تانية على الحضور وبشكر الاخوه مش عايز اقول ضيوفنا اصحاب البيت من الامارات، وبشكر اخويا وصديقي الكابتن محمود الخطيب واخويا وصديقي سمير حلبيه على
تشريفهم النهارده بالاجهزه الفنيه، وبشكر كابتن حسام وابراهيم وكابتن حسام البدري، في حسامين النهارده، واخونا وابني الصغير سيد عبد الحفيظ على حضورهم، ومدير النادي والناس كلها متواجده الحقيقه. وبشكر كل الموجودين على الاهتمام البالغ، وبشكر برزنتيشن على التنظيم الرائع، وبتمنى لكم التوفيق وشكرا.